عايز اوري لحضراتكم الصور اللي بتاعت امبارح بتاعت الـ او الثلاث شباب اللي هم السوريين الامريكيين او الامريكيين السوريين في امريكا. النهارده حصل وقفه احتجاجيه بالشموع على القتل اللي تعرضوا ليه. احنا عارفين ان هو الشباب دول واحد ومتجوز ومراته سوريه، هم سوريين، هو في كليه طب واخت مراته معاهم، وهم جنبيهم واحد تاني من اللي هم قال لك دول مؤمنين، يعني فكره لما يقول دول مؤمنين دول بتوع الالحاد. و حصل بيتقال ان النهارده بيقولوا ان اللي قتلهم ده بيقول مراته بتقول ان هم كانوا بيتخانقوا على ركن عربيه، انما واضح المساله لركن عربيه ولا حاجه، لان هو على الفيسبوك هو كان كاتب بيقول ان الناس اللي بيؤمنوا بيقتلوا الكلام ده كله اشاره للمسلمين يعني، وان دول ما يستحقش ان يعيشوا حاجات من كده يعني. نشوف الوقفه ديت كده ونشوف طبعا، والجرايد انك كنت وريني كده الوقفه ديت صوره بس مش كده؟ يلا وريني يا عم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة طبعا. الوقفه دي شارك فيها الالاف. كريج السيفن اللي هو المتهم بقتل الثلاثه ده، هو كان امبارح في تقرير قالوا ان هو واحد من اللي هم اللي بيؤمنوا بالالحاد او هم ما بيؤمنش بوجود اله وملحد. الحكايه دي حصلت في ولايه كارولينا نورس كارولينا الشماليه، اللي هي كارولينا الشماليه ونورس كارولينا. في جدل، هو الاثنين اللي اتجوزوا من 3 اشهر بس او من شهر ونص بس، الاثنين اللي كانوا متجوزين يعني عرايس. الواشنطن بوست قالت ان العنف المفاجئ والمروع الذي وقع بالقرب من جامعه نورث كارولينا تبعه بشكل سريع حاله من القلق والجدل حول اسباب اطلاق احد الجيران على النار. الشرطه بتقول ان الموضوع ده جنائي. الشرطه طبعا الشرطه الامريكيه عندها ضمير استك يعني، بيقولوا ان كان نزاع حوالين الوقف العربيات. الصحيفه قالت ان الضحيه ضياء بركات كان قد تزوج قبل شهر ونصف من الضحايا الثانيه يسرى محمد ابو صالحه، وكان بركات طالبه من سنه ثانيه في كليه الطب. المهم الصحيفه قالت في ايوب الادروني نائب رئيس رابطه الطلاب المسلمين ان الضحايا كانوا ملائكه واشخاص يتسمون بالروعه والجمال، وكانوا جميعا اطفالا امريكيين مجرد اطفال عاديين. وقال ان علاقه المصريين بالمسلمين بالجيران وفي الولايه دي هايله. انما اللي انا عايز اقوله في الاول وفي الاخر، تعالوا بقى شوفوا يعني حادثه واضح. اهالي طبعا الاهالي ضياء والضحايا بيقولوا لا، الموضوع موضوع دين، وفي ايا كانت الامور ايا، انا دايما لا يجب ان نستبق الاحداث، ولا يعني انا شخصيا لا احنا هنا نحكم ولا هنا ولا حد يستبق الاحداث، يتم التحقيق. بس الشرطه برضه ما تتبرعش وتتكلم هي تستبق الاحداث وتقول لك اصل نزاع عادي. طب وخلاص احنا اختلفنا على موقف على ركن العربيه، تضربني بالنار يا راجل؟ طيب انت يعني ده موضوع يعني كده يعني. انما هذا المجتمع، ما هو ده التناقضات الهائله الهاده الرهيبه اللي موجوده في هذا المجتمع الامريكي، ومش المجتمع الامريكي، اللي هي التناقضات من كل حاجه. انما اهمان القوميات اللي موجوده، قوميات الكثير. امريكا متكونه من قوميات، ما فيش كان حاجه اسمها امريكا من 300 وشويه سنه، ده ناس جت من هنا وجت من هنا وجت من هنا وجت من هنا وبقت بلد. انما لغايه دلوقتي الصينيين لهم الحي الصيني، اليابانيين لهم الحي الياباني، الطلاينه لوحدهم، ده كل واحد محتفظ بالقوميات، والقوميات لا تذوب. القوميات في مجتمع في دوله لما تيجي تجمع قوميات ما بتدوبش، تجربه الاتحاد السوفيتي اثبتت انها لا تذوب. خلاص انتهينا.
في وقت من الاوقات هيحصل الصراع. الصراع في امريكا ان يحدث تفجر للصراع، وده في امريكا كل الامور تدعو لده. في عنصريه شديده جدا، واحد اوعى تصدقوا الكلام الهراس اللي في الافلام، تلاقي البطل طالع واللي معاه على طول، يعني ده ضابط شرطه في الفيلم او البطل ضابط شرطه، هتلاقي التاني ضابط الشرطه البطل التاني هيبقى اصفر، يعني قال يعني ده، وهتلاقي في واحد اصفر، واحد صيني او كوري او كل ده ما عملش حاجه. اللي جوه في القلب، اليابانيين مش هينسوا ابدا ان في الحرب العالميه كل اليابانيين الامريكان اليابانيين اتاخدوا اتحطوا في الصحراء في سجن ساعة الحرب العالمية، مش هينسوا ده. هذا مجتمع ظالم ودولة قايمة على ظلم وعلى حاجات، فهم جايلها جايلها، وهم اللي بيعملوه في العالم ده هيضيع. ربنا يدي حضراتكم العمر وهتشوفوا اليوم ده، وقريب على فكرة مش بعيد، قريب هيتشاف اليوم ده هتتفجر، لأن مش يعني العدالة ربنا سبحانه وتعالى العادل مش هيسمح لأكتر من كده. أمريكا تدمر في العالم، مش لاكتر من كده مش هيسمح. في حاجات بتتم، انما ده ناس ده ولعت الدنيا كلها، ما راحتش في حته الا ما خربتها. اطلع فاصل عشان ست الدكتوره وصلت يا سيدي، اطلع فاصل عشان اعملوا لنا سلام حاجه كده، نعمل لها سلام ان شاء الله ما دام الست الدكتوره وصلت. يلا يا كابتن.